جرين. شو عديد المواضيع اللي مش نحكي فيها في جرين؟ مشروع كليما ميد، النقل المستدام، أطلس أهداف التنمية المستدامة 2020، ودراسة حول إيقاف إصدارات الغازات الدافئة. نبدأ موضوع بموضوع سيدي. نبدأ بموضوع يا سيدي، احنا ديما نحكيو على التغير المناخ وليزاكسيون وتأثيره على حياتنا، معناتها تأثيره على حياتنا هنا في تونس وفي العالم الكل، وبرشا كلام وبرشا ترويق. لكن اليوم باش نحكيو على مشروع ميداني اللي معناها كونكري في ديزاكسيون اللي تهم العباد مباشرة. هذا المشروع هو مشروع مهم برشا، هو مشروع كليما ميد، العمل من أجل مناخ المتوسط. هذا مشروع ماخذ تمويل من الاتحاد الأوروبي. الغاية منه هي برشا غايات، ما لخصوها في زوز نقاط. الغاية منه هي تعزيز الأمن الطاقي، حاجة الأولى، والحاجة الثانية القدرة على التكيف في الدول الشريكة. التكيف هنا يخذوا بها الادابتاسيون، وهذا الكل الواش على خاطر باش ينقصوا من اصدارات الكربون، هذه حاجه الاولى. والحاجه الثانيه باش يقع التكيف مع تغير المناخ، هذا بصفه عام في 8 دول، هذا مقطع الاتحاد الاوروبي اللي ميكانيزم عملتهم في برشا مشاريع، سواء كما نحكيو على المشاريع نتاع البحث العلمي والتجديد للهاش 2020 ولا حسن الجوار ولا غيره، لازم يكونوا هما برشا دي بارتنير. هنا المشروع هذا يهم 8 دول من جنوب البحر الابيض المتوسط، اللي هم الجزائر، المغرب، تونس، مصر، الاردن، لبنان، فلسطين، واسرائيل. المشروع هذا المده نتاعو 4 سنوات، هو بدا في جوان 2018 وباش يتواصل حتى لجوان 2022. وكما قلت لك مول من الاتحاد الاوروبي، ميزانيه قدرها 6.9 مليون يورو. يعني مجموعة من الدول، خلينا نقول المتوسطية، لأن الدول اللي سميتها هذه الكل تطل على البحر الأبيض المتوسط من الجنوب والشرق. من الجنوب شرقا وغربا. شرقا وغربا. المشروع انطلق، مازال ما انطلقش. انطلق كما قلت لك بدا في من جوان 2018 ويتواصل حتى لجوان 2022. نعطيك فكرة على المؤشرات نتاع المشروع، هما برشا ليست كبيرة، ما اخترت منهم البعض، هم الكل مهمين، اما خاطر ما عندناش برشا وقت اخترت البعض منهم باش نحكي الاهم. خلينا وبعد باش نحكيو المشروع هذايا على الصاير في تونس، دونك هذا كنا نكملوا به. اما المشروع هذايا قلت لك 8 دول باش يكونوا فيه 11 مليون مستفيد من المشروع. دونك فما 11 مليون عبد باش يستفادوا من المشروع هذا بصوره مباشره. هنا من المؤشرات نتاع المشروع نرقاو اللي 100 مدينه، ما قلنا احنا 8 دول باش يكونوا فما 100 مدينه تشارك وتعمل خطه عمل تم الطاقه المستدامه والمناخ السيكابس هذو. وفما 50 المشروع هذايا المتوسطي في 50 وزاره وشريك من 8 دول. وعندنا 3 ثمانيات، 8 كب ولا 8 في 3، اللي هما 8 فرق تنسيقيه وطنيه اللي تعملوا هذوما اللي زين سي جي، وفما 8 استراتيجيات للعمل المناخي الكاس، وفما 8 خرائط طريق معناها دي فوي دو روت للعمل المناخي، هذوما 3 ثمانيات. وفما زاده المشاركه في الكوم ماد. الكوم ماد هي الدعم ميثاق رؤساء المحليات والمدن في البحر المتوسط. دونك هذوما باش يدخلوا فيها باش قاعدين يخدموا خدمه كبيره باش البلديات والمدن المشاركه في المشروع تدخل في الكوبمات. والمؤشر الاخر اللي نكمل به هو 137 مدينه تعمل طلب للانضمام لميثاق رؤساء المحليات والمدن في البحر المتوسط. دونك هذايا حتى هالميثاق هذا يدخلوا فيه، وهالتعاون يولي اكثر، خاطر هنا نشوفوا المشروع قاعد يخدم يخمم على الديورابيليتي بعد، حتى خاطر خد كيف جوان 2022 فيه برشا ديزاكسيون باش نحكيو عليهم، لكن كيفاش يتواصل وكيفاش تقع كل لحمه بين البلديات، ويولي حتى تعاون ثنائي والدول تتعاون والمدن تتعاون بينات بعضها. حبيت نسالك لهنا في تونس المدن البلديات، انا قداش من بلديه؟ عندنا 13 بلديه بالنسبه لتونس، عندنا 13 بلديه مشاركه، اللي هما الكتار، حمام سوسه، المنستير، نابل، وعندنا المعموره هذو في ولايه نابل، سيسي بالذريعات، بنزرت، رادس، بنين، القيروان، صفاقس، حمام ننف، والمرسى. هذوما 13 بلديه اللي مشاركين. هنا فما بصفه عامه احنا ديما كي نحكيو على تغير مناخ فما دو نوسيون مهمين اللي هما التاقلم ولا التكيف او الادابتاسيون، وفما الحد من اثار التغيرات المناخيه لاتونياسيون. هذوما فما لي دو غران فولي، معناها التاقلم والحد من اثار تغير المناخ، معناها الادابتاسيون ولاتونياسيون. هنا نلقاو في المدن نتاعنا 13 هذوما، بالنسبه
للتأقلم حدوا 260 عملية وتدخل 260 خلينا نقول 260 اكسيون اكسيون اي 260 اكسيون يهموا التأقلم، وعندنا اكثر من 10 عمليات تهم لاتينياسيون الحد من التغيرات المناخية. بالنسبة لل 260 عملية هذوم في المدن 16 تونسية للتأقلم شتم تم اربع مجالات كنلخصوها اللي هما التصرف الماء حماية التنوع البيولوجي الاقتصاد والبنية والبنية التحتية. هذوما اللي كاتربوا لي انا باش نعطيك دي زيكزامبل نقول لكم باش نعملوا في المستقبل. فما عملية تتم الليت بيولوجيك حماية المندمجة دونك هنا تشوف حماية التنوع البيولوجي، فما دي بيبينيير، فما التغذية الاصطناعية نتاع المائدة المواد الجوفية، فما حصاد مياه عن طريق البواجر 260 اكسيون. عندي بالتدقيق لكن يلزمهم حصة ولا اشتر حصة ولا نعديهم كل مرة نحكيو على بلدية ولا زوج نحكيو على ليزاكسيون اللي قاعدين يصيروا يعملوا بالضبط خاطر حاجات مهمة برشا ويصلحوا كمثال لبقية المعتمديات والمدن نتاعنا. بالنسبه للاتينياسيون قلت كيما قلت لك عندنا اكثر من 10 عمليات يهموا المشروع هذا كليما مات اللي يهموا التصرف في النفايات، الانتاج الذاتي للكهرباء، التنقل المستدام، وهنا كيما استعمال الطاقه الفوتوفولتايك وغيره وغيره. دونك هنا نراو اللي المشروع هذايا نجم نقولوا معناها مادام فيه 8 دول وفي تجارب تاع الدول الاخرى وغيره نجم نقولوا الشعار نتاعو معناها بونسي جلوبالمون واجير لوكالمون، دونك ماشيين المحليات وزيد هنا نلقاو الحلول. انا شفتهم كما قلت 260 عمليه بالنسبه للادابتاسيون وغيرها من عمليات لاتينياسيون نلقاهم اللي هما حلول معناها بدون تدين، حاجات عندنا لوكال في المعتمديات هذوما يفتحوا برشا فاق، هذا يفتح التعاون للبي بي بي ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، المهن الخضراء، المهن الزرقاء، مقاومة البطالة. دونك هذوما برشا حاجات اللي ينجموا المشروع هذايا يفيد بهم. وهنا الحاجة باهية في المشروع يمكن شعار وأنا عندي فرونسي مقترحته المنسقة نتاع المشروع مدام أمال مخلوف مشكورة والفريق اللي معاها الكل، نجم نقولوا شعار عملوا على أرواحكم. دونك بالنسبة لحماية المناخ كل بلدية كل مجموعة محلية تعمل على روحها باش على رواحكم في برشا حاجات وتنزيدوا نعطيو لمثلة كما قلت لك ليزاكسيون حوايج كونكريت وما تكلفش برشا فلوس وفيها برشا تجديد وفيها حتى حاجات قديمة. كان نحكي لك على الماجل، أنا الماجل عندها الماجل حاجة قديمة موجودة في بلادنا منذ القدم يعطيك الصحة. وإن شاء الله مرة أخرى نرجع على التفاصيل نتاع 13 المدينة هذه كل واحدة اش عملت وين وصل المشروع. جرين